بما اننا بنتكلم عن مجلس اداره النادي الاهلي وايه اللي بيحصل، خلينا نطلع نشوف ماذا قال الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. الحمد لله رب العالمين، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وللجهاز الفني واللاعبين، ومبروك لكل الاسر اللي بتعشق النادي الاهلي، مبروك للمهندس خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، الحقيقه عامل موسم متميز، مبروك لكل واحد اشتغل في النادي الاهلي علشان يرفع اسم النادي الاهلي. حاجه الحمد لله تسعدنا، احنا النهارده واصلين لارقام متميزه، ارقام قياسيه جديده بالنسبه لنا بنتحرك عليها في العاب الصالات. جمهور الاهلي كمان داعم بشكل كبير جدا الحقيقه الفترات اللي فاتت دي، فاعتقد الحمد لله المستوى اللي احنا ظاهرين بيه الفتره دي احنا نفسنا راضيين عنه، وان شاء الله باذن الله رب العالمين يبقى بنتعامل مع الموسم الجديد باذن الله رب العالمين ازاي نحافظ على ده، وازاي كمان نوصل ان احنا نجيب العلامه الكامله ان شاء الله باذن الله رب العالمين. فالعاب الصالات دي حقيقه يمكن، ويمكن برضو انا عايز اقول يعني هارد لك لفرق الطايره، لانه الطايره عندنا يمكن مره بس يعني انا شايف انه يعني مش هقول اخطاء او حاجه، لا يعني الظروف ما ساعدتش بشكل معين انه نحقق العلامه الكامله، انما فرق الطايره في النادي الاهلي فرق مميزه، وفرق الحمد لله رب العالمين طول عمرها بتفرحنا وطول عمرها بتسعد النادي الاهلي، طول عمرها الحياه متميزه. فلازم نستوعب ان في كده بيبقى ساعات اخفاق عشان تبتدي ان انت تتحرك لملف جديد، واخد بالك، بشكل اقوى بشكل افضل. الباسكت الحقيقه والهاند بول عاملين طفره الحقيقه كبيره جدا على مستوى رجال وسيدات حقيقه، الشغل اللي اتعمل الفتره اللي فاتت والدعم اللي اتعمل من مجلس الاداره الحقيقه كله بيشتغل على قلب رجل واحد، كلنا مجموعه واحده، كلنا بنشرف على الملفات كلها مع بعضها، ما عندناش حاجه اسمها ان فلان بيعمل وفلان ما بيعملش، كلنا في الاخر احنا كلنا اللي بنشتغل كمجلس اداره واحده واحده. الحمد لله رب العالمين اداره نشاط رياضي الحقيقه متميزه جدا الحقيقه، كل الناس فيها بتشتغل، كل الناس اللي بتحرك في النادي الاهلي بتحرك على البطوله. اعتقد الحقيقه كمان المستوى اللي احنا واصلين له النهارده في الاداء الحقيقه الحمد لله كان مميز جدا، ان شاء الله كده ربنا يوفقهم كمان في بطوله البال، دي بالنسبه لنا هتبقى نقطه مهمه جدا الفتره الجايه، احنا هنشتغل عليهم ان شاء الله يسافروا يوم الجمعه بالسلامه كده باذن الله، ربنا يوفق رجاله الهاندبول كمان، عندنا بطوله افريقيا رجال وسيدات على ارض النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نطلع من هنا رايحين على هناك دلوقتي عشان ندعم الدنيا كلها. اعتقد الحمد لله هو موسم جميل، ظروفه خدمتنا بشكل كبير جدا، نتيجه انه الالعاب الصالات كلها ماتشاتها جت ورا بعضها، قد ايه الكلام ده كله انعكس على جمهور النادي الاهلي في الاهتمام وفي الشكل ده، يمكن جت كمان انه عدد من الماتشات ما بيننا وما بين النادي الزمالك، فبالتبعيه كمان النتائج كمان للناس بقت اكثر ايجابيه سواء نادي الزمالك او نادي الاتحاد السكندري اللي هم المفروض بينافسونا في الالعاب. اعتقد الحمد لله نتائجنا طيبه، والف الف مليون مبروك لكل واحد بيعشق وبيحب النادي الاهلي وبيخدم النادي الاهلي من قلبه حقيقي وبيحب تراب النادي الاهلي، كلنا بنشتغل في ظهر بعض وكلنا مجموعه واحده وكلنا قايمه واحده، قايمه الكابتن محمود الخطيب، وكلنا شغالين على هدف واحد هو ان احنا كل مدى بنسجل حاجه طيبه جدا للنادي الاهلي في تاريخه، سواء على مستوى الانشاءات، احنا عندنا كمان 1/6 ان شاء الله نحتفل جميعا بافتتاح فرع التجمع، ده حاجه برده جديد وحدث كبير جدا المفروض كده هيطلع للنور ان شاء الله باذن الله، عندنا العديد من الملفات شغالين عليها في كل الاتجاهات. اعتقد الحمد لله مجلس اداره النادي الاهلي عامل انجازات اعتقد تاريخيه، خد بالك بالورقه والقلم احنا هنبقى الفتره بتاعت الدورتين دول عدينا مجموعه ملفات كنا احنا برضو المشاركين فيها، بس كان اياميها مع الكابتن حسن حمدي في الدوره اللي هي 2004 و2009، الارقام القياسيه اللي اتعملت في الدورتين دول اعتقد الحمد لله هتبقى بالورقه والقلم هتبقى اعلى وهتبقى افضل، فده معناه ان كل مدى جيل بيسلم جيل وناس بتشتغل وكلها اجيال متواصله، ونامل ان اللي يجي بعد كده ينفذ اكتر، واللي يجي بعد كده يكسب اكتر، واللي بعديه يكسب اكتر، لان في الاخر اللي بيكسب النادي الاهلي مش بيكسب الاشخاص، اللي بيكسب النادي الاهلي مجموعه عمل واحده ومجموعه بتحب بعضها، بتشتغل من قلبها، وبقول لهم انتوا دايما السند وانتوا دايما ظهر النادي الاهلي وانتوا دايما اللي بتقفوا في ظهرنا، وهي دي قوه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي الكبيره اللي موجوده، احنا لما بنلاقي الامور الحمد لله طيبه للنادي الاهلي بنعرف ننام على المخده، خلاف كده ما بتقدرش تنام على المخده، يعني انت لما بتروح بيتك عشان تنام طول ما النادي الاهلي في اي ملف محتاج شغل ومحتاج تحرك تلاقي نفسك دماغك بتفكر، انت بتنام وبتبدا تستريح بعد الانجاز، بس بتلاقي نفسك داخل على انجاز بعديه، فانت متواصل زي ما بيقولوا كده ايه عينك على طول مفتحه ان احنا دايما بننجح ودايما نروح للنجاح ودايما نشتغل على الانجاز وعلى الارقام القياسيه. جمهور النادي الاهلي العظيم ربنا يبارك فيكم وربنا يخليكم للنادي الاهلي ودايما في ظهر النادي الاهلي، وان شاء الله الامور هتتحل الفتره الجايه وتبقى الدنيا افضل، ان شاء الله الدنيا هتتحسن وتبقى الدنيا كويسه.
الحقيقه طبعا كلام مهم جدا من نائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق الحقيقه، وكلام اعتقد ان هو بيضع مسؤوليات كبيره جدا على الجميع خلال الفتره اللي جايه برضو.